الملف اللي موجود معايا دلوقتي عن الحادث الكبير اللي حصل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. طبعا كان في شبورة كبيرة جدا، وطبعا لما بيبقى في شبورة كبيرة انت صعب هتشوف حاجة في الطريق، منور نور بقى مش منور نور، صعب. اتوبيسين دخلوا في بعض مع 18 عربية، المنظر والفيديوهات والمشاهد اللي طالعة صعبة جدا جدا، ومن كتر ما العربيات داخلة في بعض تحس ان الناس دي فعلا ما كانتش شايفة حاجة، الناس دي ما كانتش شايفة حاجة. عدد العربيات بالاتوبيسات يحسسك ان فعلا الناس دي ما كانوش شايفين حاجة وهم سايقين. لما يبقى في شبورة جامدة كده، ما هو انا قبل ما اسافر برضو يعني في ناس ما شاء الله عليها نصحة، يعني قبل ما تسافر بتقوم داخلة شايفة الأرصاد وشايفة الجو هيبقى عامل ازاي، والكلام ده مهم جدا. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في الشاشة المنظر كان صعب، وعربيات كتير داخلة في بعض، واتوبيسين، يعني ارتفع عدد ضحايا الحادث ل 34 وفاة، يعني عدد كبير، 34 حالة وفاة ده عدد كبير جدا، المصابين 60 وده برضو عدد كبير جدا. طبعا بالبقاء لله وربنا يصبر اهاليهم يا رب، والموضوع صعب جدا. وبعدين الشبورة، يعني بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا المنظر عامل ازاي، يعني حاجة مرعبة، يعني صعبة، يعني عدد العربيات ده يدخل في بعض ويحصل حريقة بالشكل ده معناه ان فعلا ما كانش حد شايف حاجة خالص. فلما يبقى في شبورة زي كده لازم يعني نتمهل يا جماعة، بنقعد نقول هسوق بالراحة وهمشي بالراحة وتاتا تاتا وبراحتي، لا، ما يبقى في شبورة ما فيش خلاص، انا الف وارجع الف وارجع فورا. طيب انا معايا الدكتور هاني جماعه، وكيل وزاره الصحه بالبحيره. يا دكتور هاني اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين يا فندم، وخالص تعازينا لاسر الضحايا، ربنا يا رب يتغمدهم في فسيح جناته يا رب، وخالص دعواتنا بالشفاء لكل المصابين ان شاء الله يا فندم. طيب احكي لنا تفاصيل الحادثه كده يا دكتور والنبي، يعني قول لنا ايه اللي حصل وايه التفاصيل اللي عندك، والوزاره عملت ايه، وزاره الصحه، وكايه الاجراءات اللي خدتوها. احنا ورد لنا بلاغ في هيئه الاسعاف صباحا الساعه 7:34 دقيقه امبارح بوجود حادث تصادم بين عده سيارات في الطريق الصحراوي اسكندريه القاهره عند الكيلو 100 تقريبا كده عند وادي النطرون. وبالفعل تم توجيه سيارات الاسعاف، واول عربيه وصلت في خلال 6 دقائق كانت واصله المكان، وتوالت العربيات الاسعاف تباعا. كان تم الدفع في الاول ب 18 سياره اسعاف، ووصل العدد لاكثر من 20 عربيه اسعاف، بعد كده تقريبا 25 سياره بعد كده. ولقينا ان فيه اصابات كتيره ودنيا كتيره، تم رفع درجه الاستعداد في المستشفيات المجاوره، عندنا مستشفى وادي النطرون كان المستشفى القريبه، وفي مستشفى غرب النوبريه، وتم تحويل حالات الاصابات، حولنا 60 حاله على المستشفيتين، 53 حالة في مستشفى وادي النطرون وسبع حالات على مستشفى غرب النوبرية. وتم دعم المستشفيات بأطقم طبية، طبعا كان رفع درجة الاستعداد في المستشفيات وكل الأطقم الطبية موجودة، دعمناهم من مستشفيات تانية بفرق انتشار سريع، حوالي 20 دكتور في مستشفى وادي النطرون وخمس دكاترة في مستشفى غرب النوبرية، بالإضافة للتمريض برضه، وتوفير كل المستلزمات والتموين الطبي اللازم. وطبعا كنا بدأ بعد كده بعد نقل المصابين، تم نقل جسامين، كانت الحريق زي ما حضرتك شايفة كان حصل تفحم للجثث للأسف، ولما الحماية المدنية طفت الحريق بدأنا نطلع الجثث من جوه من العربيات والأتوبيسات والكلام من ده، و 32 جثة تم نقلهم ل 9 جثث في مستشفى غرب النوبارية، و 18 في وادي النطرون، و5 في مستشفى أبو المطامير. و تم التعامل مع المصابين والحالات، امبارح كان معظم الحالات خرجت خروج تحسن من المستشفى، وفضل بس 11 مصاب هم اللي في المستشفيات، والنهارده طلع برضه
مصاب، فلسه محجوزين في المستشفيات 10 مصابين في الوقت الحالي اللي احتاج يتعمل عمليات، واللي موجود في العنايه المركزه والكسور والنزيف وكلام من ده، وربنا يا رب يحفظ الجميع ان شاء الله. طيب ال 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 الجثث، حد يعني اتعرفتوا على الجثث ولا لم يتم التعرف على الجثث؟ ده برضو موضوع ناس كانت بتتساءل. هو في حالتين من المصابين دول كانوا متوفهم في المستشفى، ودول معلومين الاسم ومعلومين الهوية، فدول معروفين دول. لكن ال 32 جثة التانيين للأسف صعب أو التعرف على أي حاجة فيهم، وديت هيبقى في انتظار ليه النيابة ليه وهيبقى ليه 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 صعب يا دكتور؟ ليه؟ هل الموضوع كان صعب قوي للدرجات دي؟ يعني الجثث تفحمت يعني؟ للأسف كان الموضوع صعب جدا يعني، فمش باين أي حاجة ولا في أي ملامح ولا لكن في أكيد أي حاجة لكن بدل. أكيد ليهم أهالي ابتدت تسأل عليهم يعني. طبعا في كل اللي كان له حد ماشي على الطريق في الوقت دوت وانقطع به الاتصال لأي سبب من الأسباب، بيحط احتمال ان هو يبقى موجود في الحادث، فطبعا الناس كانت بتجيلنا، احنا مش قادرين لا ننفي ولا نأكد ان حد ده من الضحايا او من عدمه، وديت يعني لا يعرفوا هتبقى ان شاء الله يعرفوا تحليل ازاي بقى الدين. كده الدي ان ايه، ها تحليل دي ان ايه. الدي ان ايه هو اللي هيحدد ان شاء الله. ايوه طبعا موضوع صعب جدا. هو موضوع الشبوره ده الناس لازم تخلي بالها برضو، يعني ما يبقى في شبوره قويه كده يعني، ما نمسكش الطريق ابدا وفي شبوره. ده احنا محتاجين المنبر الاعلامي بتاع حضرتك زي ما حضرتك بتاكدي اكتر من مره على الحته ديت، علشان هو للاسف يعني وقت ما يبقى في شبوره ويبقى فيه انعدام للرؤيه، من المخاطره ان ابقى ماشي، بالذات بقى ما امشيش بسرعه عاليه طبعا. يعني لو انا كده ماشي والفلاشرات بتاعتي شغاله والقاعد الانوار بتاعتي موجوده وبالراحه وانا واخد بالي من الطريق، ويبقى في معدل رؤيه على الاقل يسمح لي ان انا اعمل اي حاجه، ده احنا محتاجين نشتغل عليه. يعني اتاخر شويه ما فيش اي مشكله، لكن اوصل سالم غانم يعني. ايوه طبعا. ربنا يا رب يحفظنا جميعا يا رب يا رب يا رب. بشكرك جدا دكتور هاني جماعه، وكيل وزاره الصحه بالبحيره، بشكرك جدا على وقتك وعلى المداخله بتاعت حضرتك. طيب يا جماعه، يعني ما يبقى في شبوره، اولا اي حد مسافر زي ما قلت لكم كده، يعني في ناس بتبقى ناصحه، في شبوره بيشوف الارصاد، بيدخل يشوف النهارده الجو عامل ايه، وخاصه لو مسافر بدري، لقيت شبوره لف وارجع، ما تكملش، ما تقولش همشي بالراحه، ما تضمنش، مش مضمونه، مش همشي بالراحه فممكن اوصل وممكن ما اوصلش، فعلى ايه؟ طب ما الف وارجع، عندك شغل بقى، عندك حاجه ضروريه لازم تسافر دلوقتي، لو لقيت شبوره يعني اجلها شويه لحد ما الشبوره تروح. وكمان السرعه زياده عن اللزوم، يعني هتوصل ربع ساعه بدري، نص ساعه بدري، ما فرقتش، يعني حياتك اهم من الربع ساعه او النص ساعه البدري دي. صدقوني اللي بيمشي زي ما المفروض يمشي على 80 على 90، زي اللي هيمشي على 120 ولا 110 ولا 130 هيوصل اسرع قد ايه؟ ربع ساعه، نص ساعه، مش اكتر من كده. مش مستاهل ان انا اضيع عمري عشانه. بقاء لله، وربنا يصبر اهاليهم يا رب، وايه ويعني ربنا يكون في عونهم يا رب ان شاء الله، وادي حاجه بنتعلم منها برضو. طيب ده كان ملف في ملف